الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وأكتب جيني تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. سيبا وعين كجرين باب كيسة ديحاد إكاد لي آداب متعلمك سيبا غيبتي اللحري دي آدابتي اللحري دي درس كيسة إيو قابكي ومركا ولدق مي شاخا يرب قدبا صدحيتهم بيها إذا لبيتهم أيين وكسوا بحني الحادي عشر ككوبية طبناد أن يكون وعين نقض جلوسه فنجيس بين يدي الشيخ شيخ هرتي سو فريسان يا على ماكي تقدم ويناصه رمري تفسيره كلسار كيسو يوهيات وقاب كيسو في أدبه مع شيخه أدبتي أن كيها ليني ألد مع شيخه قابك يسدي لو فريسان أيي وينو فريستا وعشاق الله يا رحمه الله تعالى الحادي عشر كوبية طبناد أدبت كوبية طبناد من نوع كوبية طبناد أن يكون جلوسه وينو يهي فريسي جيسا بين يدي شيخ شيخ أردي سو صفر سنة أيو عشر يدرس قادة شدي وصفر سنة يا على ما كي وينو نقضة تقدم وينو صور مري تفسيره كلا سارديسو وهيات يقاب كيس أينو بصهر مرتي في أدبه مع شيخه أدبته بكلا أدب سنة يي شيخيسا تانا أدبتي استدادات أينو كصهر مرنيو وحين سئل أن يجلس بين يدي شيخ جلسة الأدب فريسي أدب وينو فريسو كما يجلس السبي بين يدي المقري سيدا سبيغا يرأي ده وحلو أغرين قرآن كمركة الله ديغايا وهر فريسو كي قرآن كودي أو متربعنا ما يسيقو اللغاها يسوى إداريا أيو فريسانا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع أيضو قلبي جيس أيو حبنه جيس أيو تركي صعودنا مبا أي حس اللويهين ساسو إنا سويني ويا رب ذنو قعميس يا لقيس يا حركات كيس يا سكنات كيس صلى الله عليه لنا وينوصل شيخ تعال قصر الله قلنا قريا وحكى له شيخ ويحضر كتابه كتاب كيس أيو صاح حاضرين كان الذي يقرأ منه وكاخر معه شيخ لشركيس ويحمله بنفسه نفهنديس أيو هين وقادي ولا يضعه ديك ما يحل القراءة مركو آخرين أيوه على الأرض دولك دوشي سديك ما يمفتوحا نسوك خلفورا بل يحمله بيديه الذي سقع موضا يوك قادي ويقرأ منه كآخرين ولا يقرأ آخرين لما حتى يستأذن الشيخ إلا شيخ إذن ويديسه ذكره الخطيب عن جماعة من السلف خطيب البغدادي باك وحكم إذا سلف قيق صداك الشيخي وقال وحنو ليجب أن لا يقرأ وحواجب إلى أنو آخرين حتى يأذن له الشيخ عند الشيخ وإذن أيه هل كان هذا مهم أيه نوغ الشيخي وحوليه ويحضر كتابه أرض يوح صحادرين يوصو قادرين كتاب قيسى الذي يقرأ منه معه أو كآخرين شيخ لشركيسة بريه هوري واحد شركي القراء على الشيخ أرضي يا شيخ كدل أخرين شريم خاسو الشيخ ونمعنين شري هل كحلي يدن ضمم مركعين ودى الشيخ ويسوي القيو درسكي سو دياريو سو دايو أرضي دنائي دقي ستاعي مركي ضمم نقطي حد والله بچه ربا حدو شيخ وآخرين أيو iya hadu arday ku dul akhriyayba laba jeeraba waa inuu arday u soo qaata kitabkiisi uga akhriyay sheekhu ama uu isagu ka akhriyay sheekhu dul akhriyay waa inuu soo qaata inuu iska soo haadira un
أو هذا الشيخ أو كتاب هذا أن كود أغرينا أما يعني أرضي ذا أيان لا أجر يا يكوس ذا وحبونها مرقى وصاقة ويحمل بنفسه نفع عندي سأيوها إن ربط الشيخ أي صار ما يي ملك راء يسقى أيان نفع سو قاضي ولا يضعه ديج ما يو حال القراءة حين جاء أغرينا على الأرض نول خديج ما يمفتوح أن يسوى خلفورا هل كان نول خديج ما يو امحوصمين بل يحمل بيديه لمدي سقع ماذا يوكو قاضي ويقرأ منه كآخرين وإنه كتابك قعمها كوقب الصدا أما بده ملكا وحصارا سيادة معوى مدى موح وإن أمر رحليه إيه والله قترق لأي كتبت إن لسارا وإنه سارا ويقوم كأذبها وقوه الرئيئ اللي قدونا يوم دوائن قيمائيه أو قدريه أو وينيه كتابك أو علمي يدين دك آخر السنة هديه كتابك أو دين علمي كآخر السنة يفضى يتصدوه علم النفع لقف قاسي ما يو فكوا إنه كتاب كي قيمة يو قدر يانو كبير سلم ما قام نقنن أرضي ذا ما عند جوكتين بدن أو دي علم يا آخر السنة يسا أيا كتابك أي آخر السنة يان يكبه دا إسكمدو يهين oo sida marka kabaha ay ku sameeyaan ayun bay marka kitaab kara ku sameeyaan waa tan idin la wadaagay mar ana masajid yani ka soo qayb galay salaadiisa in nin dhalinyaro aan la kulmay oo salaad magrib halka hore safka hore kabadhada kaba lagu rito ayuu kitaab sharxul bayquni u sitay ayuu saa ugu tooray inuu safgeysa tahay dhinaciisa قرآن با كويا لو حديث با كويا لن هل كائن لدقاب الله يقناها وحكا سيدر إنه وقوله وإنه حتى سيدو كباب إلا كباب مطورة وقوله إنه سيدو كباب وقوله وقوله وحتى وقوله وطوره كاسي كتاب كان نفعي انتفاع ويانا يمجري علمي السورة ولا يقرأ وآخرين ما يحتى يستأذن الشيخ إلى الشيخ إذا ودي سبق الشيخ لا بلا وآخرين أيوم بآخرين ذكره الخطيب عن جماعة من السلف خطيب البغدادي وكتاب مثال جامع الأخلاق الراوي أرين داكو شاقه وسلف كشاقه قيبك همضة وقال وحري خطيب يجب وحواجب أن لا يقرأ إلا أنه آخرين حتى يأذن الله الشيخ إلا الشيخ إذ مواد يمرق الشيخ ديار قروبه أيوم بآخرين ولا يقرأ وآخرين ما عند شغل قلب الشيخ قلب الشيخ مرق مشغول سيهي أو ملالي مركو عجيسيه أو غمه مرقديس أكتاذا أو غضبي عرديس أو جوعي قاجديس أو عدشي أونكيس أو نعاسل المديس أو استفازه أما هنقشديس يمركو يعني سيكعيو أو تعبه أما مركو دالين يحي وحل الدون يا مركان وشاخا وحكوطو الأخرين أيوه مرو قفق سوچهدو قلبي جيسو وسوچهدو وفرن يهي وحا لقو آخرين ايو لكن قور قلبي جيشيخو مشغول سيهي او وحا لقو آخرين ايو انو سيبي عانو قبقان اينن حكمته يعلم يوحو الشيقي يسيبي عانا ريوغسو ذبحين لكن وحيارك لمشغولين ايان وين انوكو آخرين وين قف درين لن نقض قف دقوينا وين نقنن بركه وعلي ولا يقرا عند شغل قلب الشيخ شيخ قلبي يس مركو مشغول سيهي اجدي سواينا انو كو اخرين او ملالي عند ملالي اما مركو عاجس سيهي او غمه مركو مرغي سيهي او غضبه مركو علي سيهي يعني عند غضب او جوع عند جوع مركو جاجي سيهي أو عدش أو عند عدش مركو أمي هاي أو نعاسي عند نعاس مركو اللولان أيو أو استفازه مركو يعني كعية أو دوني ينو دقاقه مستوفز أما استوفز وحل إلى هذا قف مركو كذا الله بصده أو دوني ينو كعية أو دقاتيو شيخ يوسي ما كعية يوسي دقاتينا ينا وين نكو قوانين أو تعبي أما مركو دالي هاي waxay halka iskaga mid yihiin qofkii qaadiga ama garsooraha ahaa
oo sida aynu deeqdubdi fiqiga hayde kala gadisareen aynu ku soo maraynay xaaladaha noocaas oo kala ah ayaa la yiri qaadiga ama garsooro iyo wax hukumin laano fikirkiisi iyo kabaarandigiisi baan caadi ahayn saadradad ba xadiidkii bukhari iyo muslim ay warinayeen laa yaxkum axad bayna ithnayn wahuwa ghadbaan yaanu xukmin ama laa yaxkumu xukmin maayo qofna bayna ithnayn wahuwa ghadbaan isagoo cadhaysan wax alliyaaliya wixii cadhada lamida markaa qofka maskaxdiisi mashquulinayaana waa lamida waa kuwii waxyaalaha badan sheegi jiray abushaacba wax badan soo qaadan jiray tana waa lamid وإذا رأى شيخا مرق أرك شيخي وقد آثر الوقوف ودورتي جوجي العشر كين لجوجي اقتصر وقابصا ولا يحوج أباهن ما أباهن ما يشيخ إلى قول اقتصر قابصا وإن لم يظهر له هدان أمغا ذلك كاسي وفأمره بالاقتصار ومرك فرا اقتصار اقتصر وقابصا حيث أمره ماشاء فرو ولا يستزيد ويكرد ما أرانا يوم وإذا عين لو قدر قدر مرخو عيما فلا يتعداه كقد بما ياما فلا يتعداه يكقد بين ولا يقول طالب لغيره كورا ويقتصر قابس إلا بإذن الشيخ شيخ إذا قيست موياني أو ظهور إثاره أما إنا مغتو دور الشديسة ذلك أسا شيخ دوران يموياني وحول لي يا شيخ وإذا رأى الشيخ مركو أرك شيخ وقد آثر دورتي الوقوف إنه هل كعشر كتشوشيو اقتصر وقابصا وحو أرك قلب الشيخ يو ساعدي إيجيا قلب الشيخ يو هريرا إيجيا أو يعني أم وقضو إنه عشر كان وقضو لأخري هل كتشوشيو وإنه مركا دي قب سوشي ذا نقضا يوشوشيا ولا يحوج شيخ أباهين مايو إلى قوله اقتصر inu yiraahdo soo gaabi alka ku gaabi ku joojiru yiraahdo u baahin maayo way lam yadhar lahu dalika arindaasi hadaaray u muuqanin ardayo fa amaro bil iqtisari u yiraahdo halka ku jooji ala ku soo gaabi ama soo gaabi u yiraahdo iqtisar waxii amaro meeshu farayno ku jooji ama ku jooji walaa yasiidu sheekhi kordi ama iga badi 10 ka inta ma oranayo ani taasina inuu ilaahay ii kordhiyay intaa ii wad sheekhi oo muuqday inuu markii la doonayo halkaa lagu joojiyo adab darro ayay ka mid tahay waalayna arday ba imaam al-awsaa'i waxa uu ka dooray inuu ku dul akhriyo sadan xadiis sheekhu al-awsaa'i wuxuu waxan doonayaa sadan xadiis inaa kugu dul akhriyo way ya akhribu dabeetana wuxuu guda galay sadankii xadiis inuu ku akhriyo imaam al-awsaa'i nawu tirinaya dabeed markuu dhaafay ee uu sodankii dhaafiyay yaa imaam al-awsaa'i wuxuu ku yiri ibn akhri ta'allami as-sidqa qabla an tata'allami al-ilma runta soo baray intaanad horto cilmiga baranin waxa tiri sodan xadiis baan kugu dul akhriyay sodankii waa dhaafiyay soo waadigan si wada uun marka waxa kugu haboon inaad runta soo barato marka hore intaanad cilmiga soo gelin cilmigu marka adabta iyo akhlaaqdaas u baahan yahay waa tan in badan ka soo horlay muqaddamadii aynu kaga soo horreey adabtu inay cilmiga ka horreyso cilmigana isoo qofgu adabsan oo laylyan oo akhlaaq iyo adab la inuu soo galo haddii kale saleebku xagga kale uga booday isagoo bilaa adab iyo bilaa akhlaaq waxba ka faa'iideysan wuxuu yiri wa idaa cayana lahu qadran qadar markuu u cayino ee wadaada intaa markaa ka dhig falaya tacaddaa ka gudmay ama falaya tacaddahu yaanu ka gudmin walaa yaqulu taalibun ligayrihi arday ku odhan maayo mid kale iqtasir waralaa ku jooji ardayna arday kale ku odhan maayo casharkaaga halkaa ku jooji marka midba casharkiisa gaar loogu akhriyayo ilaa biidni sheekhi sheekh oo yidhaahdo idmo yidhaahda ardayan waxa tiri halkaa ku jooji aw dhuhuri isarihi dalik ama wuxuu dareemay sheekhu inuu doonayo halka in lagu joojiyo laakiin kan akhriyaya ma dareensana inuu marka ardaygii kale yiraahdo halka ku jooji ayadu way banaantay haduu ama sheekhu uu shar ama warka sheekhu arida doonayo athani 10 qaybta 12 idaa hadara nawbatuhu kalkiisi markuu imaaday sa'dana sheekha sheekha ayuudan weydiisan kabaad ka raasan soo sheegnay
فإذا أذن له مركو إذن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أيو كم ينقل أيام ثم يسمي الله تعالى إله إبو مقعابي ويحمده إله إبو مهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيو كسل وعلى آله وسحبه أيو كسل ثم يدعو للشيخ أيو دعي ولوالديه ولمشايخ إبو دعي وللنفس إبو دعي ولسائر المسلمين وكذلك يفعل ساسوس من كل ما شرع مركزه قد قال في قراءة درس درس أخرين دي أو تكراري أمكو على العلين دي أو مطالعاتي أمد على عشيسة أو مقابلته أما مركو دي درس كي كتابه كتابه كاري يعني أم مقابلين يمرك يسكو رجين يسكو صحيو في حضور الشيخ الشيخ يسكو مركا قوب شوك أو غيبتي مقراشيسة إلا أنه يخص الشيخ بذكره وحكو الشيخ يحسكي في الدعاء وكخص قاري لي عند قراتي على مركو آخر يوم ويترحم على مصنف الكتاب كتاب الشيخ قرينا رحمه الله بورين عند قراءته مركو آخرين يوم وعو الشيخ الله يا ثاني عشر أدبت الله بيطنو هذه حضر نوبته كالكيسي مركا أي تبادو استأذن الشيخ كما ذكرنا الشيخ أيضا بوه ديسان مركا الشيخ إلا قدو الأغرية أرض يدنا أي حل يصع عذية كالكنا ليهين كالكيسو مركو يمادو الشيخ أيضا بوه ديسان نكون أخيو فإذا أذن الله مركو إذن أنا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي أيو كم ينقل إياه بس لذا الاستعاذة قرآن كوحان أهين كهر شيطان كالله يسكن نارو ومحل خلاف بين العلماء ولماذا وارين يدحدو ذا يسكو قبتين وغير قود ديو سياسي مركا الشيخ نبو كم ديها يوصو نين أيام ديو حيوان أكسرين لصبين يا مركا هرتي إن دي سعادية شيطان كالله يسكن نارو ولماذا ينقل أنا وحي لين استعادة لمتش ديو مرقى وقفق هذا دي تشاهدين يوانا اكسان آن اهين قراءة القرآن قرآن كأخرين ديسا استعاذة قراءة كون رئيسا وحي درينسين اسا قف برقوا لها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحال آخرين يأينو قرآن يحي استعاذة مرقى هذا الآن هذا الكائلاه يأهين هرتي أيضا لمتش ذي أمال لبصوا النية قرآن كون با استعادة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مركا دون دا قرآن كينا داخل دو شيطان كا يسكرنا لكن استفضاحية ذيكالي أيها دي هذا الله ذكر الله قبل آبايا وخطبة مدبا إليه ذهي ودي وحل بوحب إليه ثم يصمي الله تعالى إله يا أيوم مقعابي وبسم الله بورغن ويحمده إله بوم هذه ويسلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيه كسل وعلى آله بكسل وسحبه بكسل ثم يدعو للشيخ بودعين ولوالديه لبديس ولمشايخه ومشايخ ديس ولنفسه نفديس ولسائر المسلمين أيه دعين أيام وكذلك يفعل ساسو صبين كل ما شرع مركز سوق ذكره في قراءة درس درس أخرين أو تكراره أما مركز دي صار عن يكوع العلمي أو مطالعة مركز طالع عني أو مقابلته مركز دي كتاب كلا مقابلين يو في حضور الشيخ الشيخ قبتشو قيس وفي غيبته أو في غيبته من غيشي سبب إلا أنه يخص الشيخ الشيخ وكد الأغرية وحكو قاريالية بذكر حسيتاك في الدعاء وكحصه عند قراءتي عليه مركو قوأغرين أيوه إستقال الدعاء قاربه قدعين إلا هو كوفر أيوه واسد وكفى ما يوفر أيوه أيوه ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءتي كتاب مركو أخرين أيانا كتاب قاعدة قرتي دي وحو للشيخ بل وحو اللهم نحريسته وإذا تعطى طالب للشيخ طالبك مرق الشيخ ودعي قال وعليا ورضي الله عنكم الله رأى له هذه كاظ أو عن شيخنا وإمامنا الشيخ إمامك يرأى لها كنوض ونحو ذلك ويغسد به الشيخ الشيخ أيوه لجادي وإذا فرق من الدرس مرق وغفر وغلى دعا للشيخ أيضا أيوه الدعين ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا شيخنا ودعي نرضي مركز ودعيه فإن ترك الطالب الاستفتاح فرفرشت بما ذكرنا وحان صوت شيخ فرفرشت سادو كتغو جهلا جاهل ما ونسيانا نما إلو نبه عليه وكبر الجري يا شيخ وعلمه إياه وبري وذكره به وغرك حصوص فإنه من أهم الآداب أداب تكوى مهم صنبه كمتين وقد ورد الحديث وحق صاروا في ابتداء الأمور المهمة الربا مهم كان لكم بالأبي بحمد الله تعالى إله مادين ديسا
وهذا كنا منها أدبته رمام مهم كابو كمدين. وحول يا شيخ وإذا دعا طالب للشيخ طالبكم مركو الشيخ ودعا دونين ودعايو قال وحورنا يا ورضي الله عنك إلهي يرالي هيدي كاهد أو عن شيخنا وإمامنا شيخ إمامك يرالي الله كنود ونحو ذلك. ويقصد به هذا الكلام الشيخ أبو لقسري ولتشي ذي ومرك الدرس كلا بلابيو. وإذا فرغ من الدرس درس مركو فاروقنا دعا للشيخ يدعين أيضا مرلباد ويدعو الشيخ أيضا الشيخ مرلباد ودعين يا لطالب كلما دعا مركز سعود دعيه. يعني الدين دو سينا قصو قالي ودعا ذا احترامك وأرده ودعين يا شيخي شيخنا ودعين أيه أرده. إلهي بانيلي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني السياسة مركع علمذي كتبت يددك كاه الرأيي أدود عين يسايو ألا وحلي كو أيمين دبد المهاجرين أنصار دبد وحيران يان ربي أو نود من دافع النجية ولا الذي ذي ما كان وجه الرأيي إلهي وقلوب تيضا هوجل إن حقد يحمان إلهي هوجل إن كو إلهي ربي ربنا إنك رؤوف الرحيم. مركع وأدبت يا أخلاق ذا يسد عدس يا علم وكشر يبرك ديسو هل كمانتا يعني دعوت يدين أي ضدك قاركود كدكتين وحكشاق يحهم الشدى مرقاس أي مضي هوري يكوى مانتا جوغا أي مجالستو ذا كو عميرين أي مركا كدكين دعوت دي وحو ديبا وحكشاق يعيدا يعلم ذا يألقابتا يوحلو كرشيقيو وضد شيطان مركا وكريسي وضدي كوعيوي كسيدا سمينا يسير كوي سبا لقو صليدي. فإن ترك الطالب الاستفتاح أدوك تغفر مرشدا بما ذكرنا وحان صوشك من جهلا ونسيانا جهلا أما إلا أبوه قتك نبه عليه وكبر رجل يا مركو إلا هو وعلمه إياه وبر مركو إن وكبر رجل وعلمه إياه وبر مركو كتشايل إياه وذكره به وحسوس مركو إلا هو. فإنه من أهم الآداب آدابته كوى أمهم سن أيوك مديهي. وقد ورد الحديث وحديث لوح قصار في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى إلا قبل أبو وهذا منها كالنوع كمد أرند أنا وعو التلمامي حديث مرسلة وليلوى سوربا إرسالي أي وعو التلمامي كل أمر ذي بال أرن كستأ دي أر شأن وين له لا يبدأ فيه بالحمد لله إلا قبل أبو الإله مهدي سبو وقضع من مركا قوان ومركا بركة الله ينويهم. حديث أم أحمد يا أبو داود يا النسائي سورة الكبرى وكور إني عمل اليوم والليلة يسوي نوحو التلمامة يقول أمر إن ذيبال لا يبدو فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر ما يعكسون إلهي يعني أرن كالصوء وين الله قبل الأبين إلهي ما يعيسنا ومن طبق وانهم بركة لهين. الثالث عشر أدبت الصدحية أن يرغب أرضي وينو جعليسية بقية طلبة أرضي ذا إنت أذكر في التحصيل علمي حسل انتيسا ويدلهم إنو تصيئوي على مظانه ميرها علمي مركز لقه لي الله في ريوم ويصرف عنهم إنو كوي عيائيا ونسر الهموم المشغلة عنه هميالك يهمومتا كم مشغول ناس علمي ويهيئ عليه ويهون عليه وكفض يدين منته كلفديس يدبتيس ويذاكرهم وعمرك لحص يا يولا اغرسر يا بما حصله وحوسو حسليه من الفوائد والقواعد والغرائب فايدوين قواعد وحيره غريبه وينصحهم في الدين دين تنوع نستيحين. وعب شاقوا لي ثالث عشر أدبتي صديحي طبنا هذا وقد ميس أن يرغب أرضي وينو جعليسي بقية طلبة في التحصيل أرضي ولما أرضي كلا وينو جعليسي حسلين تعلمي يسدي علم مركا أيو حسلين لحين يبران لحين ويدلهم تسيان على مظانه ما يلاها علمي لقيه إلي هديت هاي كتب مركا مهمة وعلمي أيو بهيني كاليان هدايت هاي مشايخ يعيد لك أخرسه هدايت هاي وحلة ضوبي هدايت هاي مركة وحلة ديجيو هل كي لقيه لي الله فين كان وتوسي
ويصرف عنهم وحونا إحسان إنه كواعيو الهمم المشغلة عنه هميالك إيه وحيارا وقف قريكو همين يدوني علميك وعين سوح الله إسكده يعني واحد علمي كان مشغول ليس إسكده إيه علمي مر كابره ويهون عليهم وحكم ضيدين مونته يعني كل فضا إياه وش أرندا سي إلا ضحي أيو كم ضيدينه دي وحوا علمي مر كابره raadin tiis iyo doonitaankii sawxda leer ku qaadan lahayd ayuu haddii uu kutubtiisii cidii duubtay culimada haddu qararayo si fiican ugu sheegay way yadaakiru muxuu la akhrisan oo uu la wadaagi bima hasalahu waha wahasiliyay ee min al fawaid faaidoyna wal qawaidi qawaidi wal gharaibi iyo masail ghariba wixii uu soo heray ee ayagu aan ehrinin waa inuu markaa la wadaagay wixii faa'iido uu soo leeyahay ardaydi kale la wadaaga قواعد لو ذاك وينصح في الدين ترى وينه نصيحيا فبذلك كامرك سبيا يستنير قلبه وقلبه سيفيا ويزقو علمه عمله بين نسخة غاركود ورنيا عمل كي سنزيا ما ويزقو علم علمي كي سمرك وزيادة ومن بخير عليهم كبخيرا لم ينبط ما بغلو علمه علمي كيسو ومخيل علمك قبا خير علمي لم ينبت علمه علمي سما بغلو وإن نبت هديو مركا بغلنا لم يثمر ممل أيوه وقد جرب ذلك جماعة من السلف أرنا أنا واحد تجابيي جماعة السلف كي كمدا وعن وبذلك مركا ساسا أيوه أرضي مركا ونصيح أيوه وحي وصاهر علمي فوائده ولو ذاك أرضي ذي كلام أيها يستنير قلبه فبذلك يستنير قلبه خاصة قلبي جيس كو افتهم أيها ويزقو علمه علمي جيس لأو كو زيادة أيها كبرا كوب أيها ومن بخير عليهم كاكاقب خيلة وحي فائده يوحو دير يهي أرضي ذاك لكاقب خيلة وسو قد بين وآيها لم ينبت علمه علمي جيس هاسي ما بقل يوم بحيو وإن نبتها دو حتى بحنا لم يثمر من ملايين أيوه أو علمي وصيفة فيه أو مركا دا انتباع وكهلين وكويت وكود أغمو صيفة فيه نقول ما أيوه علمي مركا ألقى إساء ونقول خرابة أيوه نقول أيام وقد جرب ذلك كان واحد تجابيي أرندا جماعة من السلف كوح سلف كمي ذا أيات تجابسي او ارضي ذي مركا ارضي ذا كلا اقوان دي واحد ديرين لو ذاقين علمي قوذي واقر وقلبي قوذي وانورا هير بيقارين كوي كوبا خيلية مركا دي علمي مركا ايو مركا اسكو قاري علينا دي مركا انتباعي فايد علمي كميقارين ولا يفغر عليهم وقفان مايو ولا يفغر عليهم يان وقفان او يعجب اما ولا يفخر عليه مقفان ما يعجب يابي ما بجوده ذهني مسكح لي سوناه قيده بل يحمد الله تعالى الهي ايكم هذين على ذلك كا ويستزيد منه الهي ابو زياد انه يكدوني محو الهي زياد يا ديرات كدوني بدوام شكري انه ما هدقيس جوجتيو وعو شيخ لي ولا يفخر عليهم اما ولا يفخر نفي نهي ولا يفخر يقفان أما ولا يفخر وقفان ما يو عليهم أرضي ذاك لكر كودة يعني علم قائية وحا ومركي حسلي ودري وقفان ما يو أو يعجب ليابي ما يو بجودة ذهني مسكح ذي سواناك هذا يسود وحو البو قبر يو وإن العجب إيا إسلياب أري كل دين عدو رضا حنحن إيا مركا إن دي الله يسكن نظيف يو علم يكور أيي إن كمتاي عجبه محيّة الأيوان مواهب ربانية مسكح بدنانت إيا فهنك إيا وحق بشضة إيا حفظه ووح ربي كوهب إيا أدوى ووضع ندو لحنين محو السمين يا مركة بل يحمد الله تعالى على ذلك إلهي بكم مهدين مرول بإله وذا فهنك أيسي أذا مسكح ذا أيسي أذا إله غيرك أذا إله فيه أيو أراني إلهي بكم هذا قيام ويستزيدوا إلهي بكم حكدوني وزيادي وكرديو ومحو كذا دور أيام بدوام الشكر إنه ما حد نقى وقوم ما حد نقى مسكح ذا يفهم كديرات كإلهي سيجي مر والبإلهي بزيادة كذا دور أيام زيادة وكذا دور أيام روا ما حد نقى ويا إلهي بعدي ويا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب الشديد حس مركو ربي جاء وجيسي
أولي هدا يقوم هاد نقدان نعموي كي واحد نسيه واردين سيادين دورا هدي أكل قالوا ذان وكم هاد نقوى ذان عذاب كي قواد ريهي وعلان علمته إن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت وعلان نعموي مركا لقوم هاد نقو ويسقمان مركا سلقا قالوا إلا قم هندق ويفرت ويفكتا سادر هدد بعلمة وحيدا وححبون قبقى طالب العلم قاين وقادين أن علم يكو قارين فهن كي سوء أود له يدين يسي يمسك حدي سوء آدو سر ريسا أما السحبة دي سيئي انتو مركا دي علم يكو نحترو ديراتا أما إن بدن ندروسك سوء غير قالو أما إن كتب فربدن سوء الرسدو وحاسو دنكو قاري ما يئي وحو قاري إلهي وافجين ديسا إيا إلهي قلبي جيسا ويفتيميو ويساقو سبيو وحيالها مركا آن صو شاقني وحالا لين قف قال إلهي نور ويال كتبتي إساس إيا وحبرشدي إساسي وحان حيرا إيا ضلال أهين ومكر ديسو مركا قف قوين وحو إلهي سيئي دين إيا الدنيا إيا علم إيا أقون إيا دلعك السنم عدا إلهي كسيئي وإن دي إلهي قم هاد نقضاء بكاسا إلهي كو زيادني أو آرد وقفاني نورد اسكولا يابن دادك كلا إلهي تا آنو سنن ويا موهبة ربانية وإلهي كو سيادية وكوكو إيغيو وي درسكو هالكا هاي نوغو تشوغو والله أعلم.